اهلا وسهلا الاصدقاء والصديقات، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده. الى طفيت الضوء ما غاديش تشوفوني. راني في الطوموبيل كما كتشوفوا، خارج ندير نقضي شي غراض. الجو تبدل، كانوا انونسي الشتاء بصح تبان لي واحد الشتاء كاع بارده غلاسيا. نتمنى ما تولاش سكون ابير فيرغلا. فيرغلا هو واحد الشتاء كطيح كتكون الدعوة باردة، كيولي داكشي كلاصي كيطيح وكيبقى كلاصي. هذا هو لو فيرغلا و سي با بون، يعني كلشي كيولي غليسون، يقضي على الالكتريسيتي، كيطيح لي كابل تاع الضو. صرات في لي زاني جو بونس 1998 في 1998 1999 صراو واحد القضيه هنا سميتها الفيرغلا. انا ما كنتش هنا، مازال ما كنتش وصلتش لكندا. سي با بون، يعني كتشل الحركه ديال البلاد ولا ديال ديك المدينه اللي كيطيح عليها داك الفيرغلا. سي كيما قلت لكم سي فريمون با بون. نتمنى هاد الشتاء هادي تبقى غير شتاء وما تولاش فيرغلا. الوغ غادي نوريكم الدعوه كي دايره. الشتاء كطيح وجو فريمون ماشي حتى تما، جو خريفي. انا كنفضل كيطيح الثلج، بحال هاد الايام طاح الثلج. هادي واحد دو تروا سمين طاحت واحد لا بروميير طومبيت تاع ليفير دون لو ديبي دو نوفمبر، في الاول تاع نوفمبر طاح الثلج. المهم كان داك الشيء بخيرك عارف، ما كنفضل الثلج على الشتاء. لحقاش الشتاء سي دونجورو، اون بليس ما كتخليك دير حتى شي حاجه، ما اوكين اكتيفيتي، ما تقدرش تخرج تمشى، ما تقدرش مع الثلج كتقد تخرج تمشى دير لي زاكتيفيتي. وعاوتاني الجو غير كيطيح الثلج. الجو هذه القضيه اللي ما عارفينهاش، الجو كيولي سخيخ شويه، احسن من ما كيطيحش الثلج. الى دازت الوقيته تاع المشتى بلا ثلج، غادي يكون واحد البروده واحد البرد قارس. و سي با بون، يعني حتى الطبيعه كتولي ماشي، كيبان لك غير الاشجار ما عندها لا اوراق لا والو، اون سكيليت كما كنقول ديما. الوغ كنتفضل يطيح شويه الثلج، ماشي بزاف، مي كنفضل يطيح شويه الثلج على والو. دروك كما قلت لكم الخوت، غادي نمشي نقضي واحد، غادي نمشي غير الماكسي كما العاده. راكو عارفين دروك فين كنمشي، كنتقدى. غادي نمشي الماكسي نتقدى شي حاجه، ومن بعد غادي نمشي ندير ليسانس. وسي لحقاش الطوموبيل عاوتاني كعارفين، مره الواحد يفكر الطوموبيله بليسانس سينو راه تبقى واكحه في شي بلاصه. المهم كيما قلت لكم غادي نمشي نقضي هاد الاغراض، و ميم طون نهضروا في شي موضوع. لحقاش كاين واحد الموضوع تاع مانيتوبا راه حلات واحد البروغرام تاع الهجره خاص غير بالمانيتوبا بوغ لي جون فرانكوفون. بقاو معايا ما تمشوش بعيد، غادي نهضر لكم في هذا الموضوع، غادي نحاول نهضر فيه شويه. ويلا عجبكم هذا الموضوع نقد وفي لي كومونتير، قولها لي غير في لي كومونتير، نقد ندير عليه موضوع فريمون نهضر غير عليه، نهضر غير على هذا البروغرام تاع المانيتوبا. لحقاش راه بحرا بان هذه واحد 15 جور ولا بوغ لي جون، الناس اللي الفرانكوفونيين اللي كيهضروا باللغه الفرنسيه. بصح الواحد ما يسمعش ان دايرين لي فرانكوفون كطالبين غير الفرنسي. الواحد اللي كانت عنده لونغ لي حسن، لحقاش كيما قلت لكم مانيتوبا سي اون بروفانس انغلوفون، جايه ما بين جايه حدا لونتاريو، المقاطعه تاع لونتاريو. الوغ الخوت كيما قلت لكم بلا ما نطول عليكم، غادي نمشي نقضي هاد الاغراض. كيما قلت لكم الخوت، كما كتشوفوا الجو غير تاع الشتاء، راها 35 والجو تقول انت راها 11 دالليل، الجو داير فريمون. شوف الشتي تاع المشتى فريمون، وكما قلت لكم هاد المشتى هادي الواحد يحدي راسو في السوقان. وراه كما قلت لكم راه
بدلت لي بنو نتاع درت لي بنو تاع ليفير تاع المشتى. انا كل اي واحد شي مره كنعاود الهضره مي اعاده افاده كما قلت لكم. الواحد اللي كتشرب الوقيته تاع المشتى دابا ولات الوقيته تاع المشتى هي فوقاش خصك تبدل لي بنو دي دير لي بنو ليفير تقلع لي بنو دي تي ودير لي بنو ليفير في لو بلو 1 ديسمبر. 1 ديسمبر سي لا ديرنيير دات باش الواحد غير حنا هاد العام كما قلت لكم راه طاح الثلج قبل في لو ديبي تاع نوفمبر في الاول تاع نوفمبر تحت البريمير طومبيت تاع لاني تاع الثلج. على داكشي الواحد الناس كاملين تقريبا داروا الاغلبيه داروا انستالو لي بنو ديفير لحقاش سي تري دونجورو الواحد يسوق بوك لي بنو تاع المشتى. كما قلت لكم انا درتهم هذه واحد السيمانه من بديت لي بنو ديفير درت لي بنو ديفير. كما كتشوفوا كما قلت لكم بدعوا الشتا 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 ما عرفت واش تبان لكم مي انا هنايا راها خباطه الشتا فريمون طايحه بزاف. ونتمنى كما قلت لكم نتمنى هاد الشتا هادي ما تولاش فارقله وصافي. كما قلت لكم دابا غادي نمشي لماكسي نتقدى شي اغراض نتقداو شي اغراض ومن بعد غادي نمشي ندير ليسانس ومن بعد نهضروا في الموضوع ديالنا او ميم طون. كما شفتوا دابا راني وصلت الشتا يا خو والله الشتا تاع الشتا تاع بصح واو. وغادي نحاول نستاسيون شي بلاصه قريبه سينورا عندي المضل بون استاسيون انا في هذه البلاصه هذه لا ماكسي او نمشي نتقدى. هذا هو ماكسي هذا هو البلاصه فين كنجي كنتقدى الاناناس 3.48 اناناس فين العنب على مانغ بس كيعجبهم لي مانغ داير 1 دولار الوحدة. بنان داير 67 سو. المهم كاين هنا الخضرة داك الشي حسب كما كتشوفو الكليمونتين تاع المغرب كما قلت لكم راه كيدخل هنا الكليمونتين تاع المغرب جوبونس تاع المغرب. ونشوف جينيس شوف منين جاي واه هاي ماروك هاي ماروك تاع المغرب كليمونتين دروك. غادي نمشي غنبدا نشري بعدا الباكيط هو الاول. انا غير ما كيكونش عندي الباكيط راه ما عندي والو خبز الخبز. الناس اللي متبعيني في القناه راه عارفين هاد ماكسي هذا راه كنجي نتقدى فيه تقريبا وجا حدايا قريب لي راه كنجي كنتقدى ما بقاش الخبز. Excuse-moi. Oui, non. Non. La guerre, non, c'est la compagnie. Il n'y en a plus, hein? Non. OK. Puis peut-être cette nuit ou demain, c'est pas sûr que ça va passer. OK. Ça fait une semaine que... OK. Il y avait un surplus, puis là, ça a tout disparu. Puis même les blés parisiens aussi, ça a tout été... Ah oui, OK. Bon, ben merci. شتو الخوت الباكيط ما بقاش شريت هادي دابا كنشري واحد النوع اخر ما بقاش داك عيبان لي ما لا كوموند ما دخلت لهم التقاوت.
المهم شرينا هاد الباقيطه هادي نسلكو بيها الطماطش. ما عرفتش شحال عندكم قيمه الطماطش في البلاد هنا، راه دايره 1.98 يعني تقريبا بولدو دولار، يعني واحد 14 درهم الكيلو. ها البانان، ها البانان داير 67 سول لا ليف كما كتشوف. المهم كان خاصني وقيلا غير الخبز، خاصني غير الباقيط كما شفتو. راه شريت هاد الباقيط عاد نسلك فيها اليوم، درك غادي نمشي نخلص هاد الشيء ومن بعد نمشي ندير ليسونس. وهاد الشتاء اللي مزيانه فيها وغادي يقلع الثلج، غادي يدوب الثلج نهائيا كما قلت لكم. نتمنى وشنو نتمنى، انا عمري ما كنت نتمنى يطيح الثلج، بصح هاد الوقيته هادي كنقول نتمنى يطيح الثلج. راه بعدا شويه تاع الثلج كيدير واحد لامبيونس، كيدير واحد المناظر زوينه. الموضوع اللي كنت باغي نهضر لكم فيه هو انه مقاطعه مانيطوبا باغيه مهاجرين. ستان سيستم كدير داكشي تاع الى انتريسي كدير تدخل السيت ديالهم، غادي نحط لكم لوليان. كتدخل للسيت ديالهم كتاخذ لي زانفورماسيون. المهم اون جلوبال هما دايرين اللي طالبين دي جون اونتر 21 نو، خصك تكون عندك ما بين 21 نو 45 عام. الا كانت عندك قل من 21 عام تبقى بيغ دي بوان، الا كان عندك اكثر من 45 عام عاوتاني تو بيغ دي بوان. الوغ لو ميور اج اللي هما طالبين ما بين تكون عندك ما بين 21 و 45 عام. وشنو طالبين عاوتاني؟ طالبين يكون عندك الفرنسيه والانجليزيه، الا كانوا عندك بجوج حسن. انا كنفضل الناس اللي الا عندكم لحقاش، واخا كيطلبوا دي فرانكوفون، مي خصكم تعرفوا بلي ديك المقاطعه راه ماجوريتيرمون انغلوفون، لي فرانكوفون اللي فيها قلال بزاف قلال. الور الواحد الا كانت عنده لونغلي راه حسن، واحد اللي ما عندوش لونغلي. مي انا ما شنو غادي نكون نقول، الناس اللي عندها غير الفرنسيه كنقول لكم غير دفعوا، حاولوا دفعوا لحقاش هما كيطلبوا الفرنسيه، الور واحد يدفع. مي كيما قلت لكم الواحد الا عنده لي دو لونغ سي ميو حسن، لحقاش كيما قلت لكم سي سيستيم دو بوين لا اوسي. راه دايرين كومبيان شاك شوز كتعطي تاع لي بوان، اللغه كتعطي دي بوان، كسميتو لاج كيعطي دي بوان، الدبلوم ديالك اللي قريت كيعطيك دي بوان، اذا كانت عندك الدكتوره جو بونس سا دون 200 بوان. بصح اذا كان عندك ما حدك كتنزل النيفو سكولير ما حد النقط كينزلوا، كاين 150 كاين 100 كاين 50. كاين واحد القضيه اخرى لو ليان دو بارونتي، يعني الا عندك شي واحد في العائله ساكن في مانيطوبا سا دون دي بوين عاوتاني. بصح يكون عندك واحد القرابه تاع الدم، يا اما عماك خالك خالتك عمتك، المهم شي واحد من القرابه من الدم ديالك من العائله ديالك يكون ساكن في مانيطوبا كيعطيك دي بوين. شنو عاوتاني كاين الدبلوم الا كان عندك في الدومين، راه دايرين لا ليست تاع لي دومين اللي مطلوبين، غادي نشوف غادي نحاول نخلي لكم عاوتاني لو ليان ديال هاد لا ليست. المهم شنو بغيت ندير، انا بغيت غير نعرف، غادي كنهضر لكم في هذا الموضوع، الا كنتو انتريسي في هذا الموضوع قد نهضر فيه بواحد
يعني نتعمق فيه. على راه كيما قلت لكم راه كيما اريما تقريبا راه تقريبا نفس لي كونديسيون كذا تقريبا راه نفسهم. ليه هو انت الواحد بس كاين شي حوايج متغايرين بحال جي با مو كاين واحد لا فيزيت واحد الا كان انتريس كيديروك فيزيت جديد بصح تمشي لمانيتوبا كيعطيوك لو دروا انك تجي لمانيتوبا بصح لو فواياج غادي تقام عليك انت اللي تخلص لو فواياج تخلص كلشي المصاري تاع لو فواياج باش انك تمشي لمانيتوبا ودير ديك لا فيزيت كيما كنقولو جديدي تتصل تما وكيستقبلوك كيوريك لمانيتوبا سو تو لي زون. الا كنت انتريسي ترجع لبلادك الا شافوا بلي فيك كاع المواصفات هما كيصيفطوا لك واحد اون لاتر كوم كوا تقدر دير لا دوموند باش تهاجر لمانيتوبا. سا مارش كوم سا هذا هو لو سيستيم ديالنا. شنو كنت باغي نقول لكم مون كاين كاع كاين بزاف تاع لي كونديسيون كيما قلت لكم خص الدومين اللي هما طالبين يكون في ديك لا ليست اللي هما دايرينها. كاين في لادمينستراسيون كاين ارشيف اللي كاين بزاف تاع لو دومين. واحد القضية أخرى خص تكون عندكم تجربة طالبين بوندون لي سانك ديرنييغ زاني خمس سنوات الفارطة. خص تكون عندكم عامين ديال ليكسبيريونس داك الدومين اللي غادي تدفع به واللي هو مطلوب من الأحسن يكون مطلوب. ألور هادو هما لي كونديسيون تقريبا الخوت أو هدرت لكم أون جينيرال في هاد الموضوع هذا. الناس اللي انتريسين انهم يمشيو يهاجروا لمانيتوبا وما كيديروا واحد كما كنقولوا واحد خص الواحد اللي يكون انتريسي انه يجي لمانيتوبا خصهم بنيه انك تجلس في المانيتوبا انك ماشي غير توصل تما تاخذ يعطيوك الريزيدنس بيرمانونت ومن بعد تعلق كلكو زاني تما بعد الا بغيت تمشي راه كندا واسع هادشي ما كان. هما كيحتموا عليك انك تبقى في مانيتوبا بوندون كلكو زاني جو بونس كاع تو سين كيكي شوز ان بابي كوم كوا تو فاريستي بلي غادي تجلس في تو فاريستي او مانيتوبا بوندون كلكو زاني جو بونس كون كونديسيون تري تري سين كونديسيون ملحين عليها. هاد الشيء اللي جالي في البال بوغ لو مون الخوت. وكيما قلت لكم الا كنتو انتريسين فريمون في هاد لو سوجي هذا ان نتعمق فيه بان قولوا هادي في كومونتير و فيسو باش ندير عليه موضوع خاص. ولا وكيما كتشوفوا الخوت شانجمون دو سوجي شتا ما عرفتوش كتسمعوها ساعتان فريمون فور فريمون سي طيلا سين بلوز جوني تاع الشتا ما عرفتش كتبان لكم الشتا كاطع مي انا كما قلت لكم الشتا راه هنا في الباطا الشتا تا 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 يا وليدات الحريات كتعقل على الاغنية. المهم لقيتوني مازال ما وصلتش ل لاستاسيون ديسونس راه ما بقى لي والو ونوصل كما كتشوفو الطريق وصلت لستاسيون ديسونس كما كتشوفو وشتا غنديرو هنا ليسونس بون خوت غندير ليسونس ونرجع لكم 40 دولار غنمشي
واحد الخوت واحد الجو الله يلا غير تاع الدار هذا الجو ماشي تاع الخروج دروك كيما لقيتوني غادي نرجع للدار دروك سيفيني قضيت الاغراض ديالي وكما شفتوا راه هضرت لكم في داك الموضوع نتاع الهجره للمانيتوبا دروك لقيتوني خلصت ليسانس ديالي كما كتشوفوا الشتا شتا 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 الواحد غادي نرجع للدار بحال اللي راه تعرف ولا هاد الجو تاع المشتا كيعطيك بالجو بحال اللي راك راها 11 الليل ولا 12 عارف كي دايره واو راه دايره 5 دوغري الوغ نتمنى درجة الحرارة ما تهبطش لحقاش الا هبطات بزاف درجة الحرارة هاد الشتا غادي تولي فيركلا كيما قلتلكم كلك كندا زينة هي زينة غير هو المشتا ديالها ماشي زينة اخويا والله ما زينة انا هادي 18 عام وانا في كندا 18 عام مازال ما ولفتش هاد الجو هذا تاع المشتا تاع هاد البلاد هادي وكنظن عمري ما نولفها الناس قاع ديال شمال افريقيا اللي عاشوا الصهد الشمس ديال المغرب وتاع الجيري وتاع تونس عمري ما يولفوا هذا الجو هذا جو صعيب والله الا صعيب الشتا تعرف ولا كي دايره هنا في الباطا يا خويا والله الا في الباطا عارف بلي راه كنعاود مي سي انكرويابل طرف كي ولات ايه هو عندهم هنا الطريق ما كتبوشاش بالماء عندهم القواد مسرحين الور وكما قلت لكم هذه المشتا ديال انا اول لقيت بعدا هذه المشتا تاع كندا نقلعها كاع الفصول الاخرين كيعجبوني اخويا غير هذه المشتا هذو كنلقيت ايبيرني يعني ايبيرني انا نعس المشتا كامله وما نوض حتى مستعد فيها هذاك الدب عرفتو الدب غير كينعس المشتا كاملة كيفيق حتى كدوز المشتا عاد كيفيق وكنلقيت نديرها حتى انا نديرها واش هاد الجو هذا والله ما مكفهر ماشي تاع ماشي تاعنا ماشي تاعنا راه ديك كندا هما كيقدوش على هاد الجو هذا كيديبرينو فريمون كيديبرينو وخوت واش غادي نقول لكم الناس اللي عجبهم كندا مرحبا بكم في كندا هي كندا كنوريها لكم فريت لكم نوريها لكم كاع في الفصول فصل الصيف فصل الشتاء فصل الخريف فصل الربيع باش الواحد ياخذ الحقيقه كامله الصوره كامله تكون عنده باش يجي هنا ما يتصدمش كما قلتكم الا ما طاحش حتى شكا تاع الشتاء ولا ما طاحش الشتاء كتحت وليامات الى ما طاحش الثلج وما طاحش الشتا وكتكون الدعوه مبرده اخويا الزمقارير واحد البرد السم تما اللي كيسعر البرد كيكون مجهد سختو كتبان الشمس كتبان داك كتبان لك الشميشه عرف بالله راه واحد السميقري راه ما كاينش بحال المره اللي فاتت كنت كنتفرج الماتش ديال ماتش ديال الترجي مع اسفي لعبوا فرادس في تونس داك الماتش المعلق تاع المباراه قال لك واحد البرد قارس في تونس شحال 5 درجات وليدي ما شفتش البرد القارس تاع موان 30 ناقص 30 قال لك 5 برد قارس ضحكني كنت كنسمعو وعاودهم شحال مره الناس اللي تفرجت في الماتش راه عاودها بشحال من مرة قال لك برد قارس وهي 5 دوغري والله إلا ضحكني المهم الخوت رجعت لكرانبي دروك كيما قلت لكم غادي نرجع للدار عند الجو هذا غير تاع الدار تاع الكوفيش نرجع للدار المهم غادي نقول لكم نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا ويفيدكم مشكور هدفكم على المقاطعة تاع المانيتوبا وكما قلت لكم الى كنتو انتريسي لهذا الموضوع هذا تاع المانيتوبا وبغيتو نتعمق فيه
قولوا لي في لي كومونتير وغادي لكم شي موضوع زوين وداير منطابق مزيان مع الـ مع الـ مع هذا الموضوع. يلا الخوت تهلاو ليا في ريوسكوب ومع السلامه. واللي عنده شي هدف في هذه الحياه انه يجي لكندا الله يوصلوا له. يلا الخوت تهلاو في ريوسكوب مع السلامه.